مرحبا والله يسعد اوقاتكم بكل الخير. كنا عملنا محلول، شفنا كيف انه بيطور النبات وبيحسن التربة، وكان من الفحم الطبيعي. اليوم حاعمل وصفة تانية كمان وحتاخدوا نتيجة كتير حتعجبكم. البطاطا الحلوة غنية بالفيتامينات والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، بمعنى هي غنية بكل ما بيلزم وبيحتاجه النبات لينمو ويتطور ويزهر. هلا عندي زهرة الكريسماس أو نبات العقربة، مثل ما شايفين ضعيف، حتى النموات الجديدة ضعيفة، معنى قوية أبدا، يعني باهت، ما بتحسوا في نشاط وفي حيوية، حتى شوفوا في أوراق عم بتكون مثل هاي مايلة للاصفرار. فهنعمل وصفة تقوي النبتة هي اللي كتير ضعيفة معي مثل ما شايفين. هأحتاج لترين مي، رح أحطها مباشرة بالخلاط، ومي يفضل تكون بدون كلور، دائما هي قاعدة يا ريت تكون تحفظوها، ودافية حتى النباتات ما تنضر، لأنه هي بتحب المي تكون بدرجة حرارة المكان وبدون كلور. الكلور كتير بيضعف من النبتة. هاخد حبة بطاطا الحجم الوسط، بدي أقطعها وبعد أحطها بالخلاط. ممكن اخذ شريحة، هلا بتشوفوا، ممكن حطها بقلب التربة ومع الايام حتتحلل وتعطي المواد الغذائية كلها للنبتة. اروح وحطهم وجهزهم وارجع لكم. وهي صاروا جاهزين معي، هصفيهم وبعدها بروي نباتاتي، كل نبتة على حسب احتياجها. مثل ما شايفين الإناء هيدا والتاني ما في تسريب، فبدنا ننتبه، بدي انتبه بالكمية اللي بدي ارويها. اما اذا في تسريب فما في مشكلة، لانه بنشوفها انه بتنزل المي فما بضر. هاروي بقية النباتات اللي عندي بنفس المحلول هيدا. ومثل ما قلت لكم ممكن نحط شريحة بقلب التربة مباشرة، مع الايام تتحلل وبتاخد كل المواد وكل الإفادة للنبات نفسه. وهيدي هي اليوم وصفتنا، البطاطا الحلوة اللي كتير غنية بكل ما بيحتاجه النبات. بشوفكن على خير وبأمان الله.